هنالك اليوم من يتكلم عن شرائح إلكترونية يتم زرعها في الدماغ، وقد نتخلى عن المدارس لأنها ستتيح لنا أو تعطينا الكثير من المعلومات. الفكرة خرافية تبدو غريبة لكنها ليست كذلك. تابعوا معي. قال نيكولاس كرينوس مؤسس شركة فونتيك AI إن شركته تعمل على زرع معلومات في أدمغة البشر ليحصلوا على عقل جوجل حسب تعبيره. نيكولاس أضاف أن البشر قد يتخلون عن طرح الأسئلة، فالإجابات كلها موجودة في أدمغتهم عبر تقنيات الذكاء الصناعي الذي سيقضي على التعليم في المدارس على حد قوله. فكرة نيكولاس تتلخص في زرع شرائح تعمل مثل المساعدات الإلكترونية الحالية لكنها أكثر ذكاء، وستفكر في مكان البشر، وسيتمكن أي شخص من تعليم أي شيء أو تعلم أي شيء تقريبا إذا كان سنه بين 8 سنوات و80 سنة. إذن ربما هذه الفكرة التكنولوجية التي تبدو غريبة في البداية تذكرنا ربما بفيلم عربي تنبأ بهذه الفكرة في قالب فكاهي، إنه فيلم الليمبي 8 جيجا. الجديد بقى، الجديد في الشريحة بتاعتك ان انا ممكن احمل عليها برنامج آلة حاسبة. اتفضل. والله يعني اعظم حسبة تحلها في ثواني. معقولة؟ امال. ومش بس كده، ممكن انزل برنامج تاني يخليك تحفظ كل ارقام تليفوناتك على دماغك. احفظ ارقام يعني دليل الهاتف يبقى على دماغي؟ طب يا ترى هتنزل لي بقى الارقام دي بالرنات ولا زبط المصنع؟ بين الافلام الحقيقه جميله الذي تنبأ بهذه الفكره الثوريه التي قد تجد طريقها الى ادمغتنا في السنوات القليله القادمه. ولكن عبد القادر ستقلل من اهميه التعليم والمذاكره والذهاب الى المدرسه، سيكون لدى كل شخص الامكانيه للاجابه على اي سؤال واي معلومه. أعتقد خاصة إذا حصلت على ترقية أخيرة. نعم، عملت على أبجريد. أعتقد من الأفضل عندما تكون هنالك تدرجات في مستوى كل شخص. نعم. من حيث مستواه التعليمي والثقافي، فمن الصعب أن نكون كلنا سواسية.